بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت شفنا لما احمد خلص الشغل بتاعه والمشكلة اللي ظهرت لنا، واستخدمنا الاستاش اللي شرحناه قبل كده في اول الكورس، استخدمناه في شغلنا اهو، تمام، وعملنا بوش ورحنا شفنا الدنيا ماشيه ازاي وكل حاجه تمام 10 على 10. نقدر نقول من اللي احنا شفناه ان دول اللي هو اللوكال والجلوبال دول صفحتين في النص اهو، ممكن نقول الاثنين دول لازم يكونوا زي بعض. لما بشتغل على اللوكال واخلص الشغل على اللوكال زي ما شفنا مع يوسف واحمد، بعمل بوش عشان نفس اللي اتعمل هنا يتعمل فين؟ يتعمل هناك. حلو. طبعا ليه؟ لان انت هنا شغال لوكال، لو انت سبت الشغل اللوكال هنا مفيش حد هيشوفه غيرك، لانك انت قاعد في بيتك على الجهاز بتاعك لوكال. فعشان كده بعمل بوش عشان يبقى جلوبال، عشان نفس اللي انت عملته يتعمل ايه؟ هناك. خلاص احمد خلص الشغل بتاعه ويوسف خلص الشغل بتاعه، عملنا التو بي ار، بعد ما عملنا بوش بقى عندي تو بي ار، واخر حاجه عملنا بول ريكويست. وقلنا البول ريكويست عملناه عشان تبقى جاهزه انها يحصل لها ميرج او لا، تكون جاهزه ايه؟ تكون جاهزه يتعمل لها ميرج او لا، تمام. طبعا دلوقتي اسلام هو التيم ليدر، فهو فاتح، فاسلام لما عمل ريلود هو عنده دلوقتي دخل في المين، لقى المين واحمد تاسك 1 وتاسك 1 يوسف، اذا عرف ان احمد عمل برانش ويوسف عمل ايه؟ برانش، تمام. لو دخل هنا على المين هيلاقي ان التاسك بتاعت احمد اللي هي التكست اللي هو اصلا كان كاتبها، هو اللي كان كاتبها، وكذلك يوسف. وهيلاقي عنده حاجه برضه لفت نظره اللي هو البول ريكويست، عندك تو بول ريكويست. التو بول ريكويست دول لو دخلت عليهم هتلاقي هم التو برانش عشان تقدر تعمل لهم ميرج. لو التيم ليدر ركز بقى معايا، هنشتغل بقى، شوف بقى التيم ليدر والحاجات اللي خدناها قبل كده. دلوقتي التيم ليدر اهو، انا دلوقتي في الايه؟ على الجهاز بتاع اسلام الجهاز بتاعه اهو، مفيش اي مشكله. اللي هو التيم ليدر يا جماعه، فاكرين كان عنده ايه؟ الدي اي سي واحمد فولدر ويوسف فولدر جواهم التكست بتاعتهم اهو. مش ده اللي عند ايه؟ اللي عند ايه؟ التيم ليدر. ايوه تمام. التيم ليدر عاوز عنده على اللوكال هنا، وركز بقى معايا كويس جدا، عنده على اللوكال، مش هو في اللوكال؟ ايوه. المفروض دلوقتي على الجيت هاب في تو برانش، صح؟ اذا اقدر اعمل سويتش على واحده منهم. مش ممكن لو انت عندك برانش زي ما كنا متكلمين قبل كده، عاوز اروح على برانش منهم ممكن اعمل؟ ايوه. كنت اعمل ازاي؟ اقول له جيت اتشيك اوت، تمام، وادي له اسم البرانش. نروح نجيب اسم البرانش اهي اهو، نروح نجيبها اهو، دي اسم برانش اهو. فيقول لك ايه؟ ما عملش ماتشز لاني فايلز، ما فيش اصلا اتشيك اوت على ايه؟ على اي برانش. طب لو عملنا جيت برانش داش ايه؟ تمام، ركز معايا. لما عملت جيت برانش داش ايه؟ ما لقيتش عندي غير المين. ركز معايا بقى، ما انت لازم برضو تكون مصحصح معايا. سيبك من الريموت اوريجن مين، دي كانت المين الايه القديمه لو انت فاكر معايا. اول ما كريتنا خالص قبل ما نخش على جيت هاب، لما بنكريت الجيت روبوزاتوري ونعمل جيت انت، كانت دي بتبقى ماستر. دي كانت ايه؟ بتبقى ماستر. ولما بنيجي نبوش على جيت هاب بتحول لمين، فدي المين القديمه، سيبك منها، دي تعمل لها ريموف، سيبك منها خالص. يعني مش يعني ما تبصلهاش، خليك في المين، ما فيش غير ايه؟ برانش واحده اللي هي المين. طب ازاي؟ ازاي؟ وموجود عندي هنا المين واحمد تاسك 1 واحمد وتاسك 1 يوسف. ازاي؟ ده انا ما عنديش غير المين هنا عندي على اللوكال. طبعا ده طبيعي. طبعا لو حد هيسال جيت برانش داش ايه بتعمل ايه؟ دي بتعرض كل البرانشز اللي عندك. تمام، ما انا عرضت كل البرانشز اللي عندي، المفروض في ثلاثة برانش، هو عرض لي واحده بس. هقول لك، لان انا قلت لك خلي بالك. قلت لك ايه؟ خلي بالك، انت هنا شغال لوكال، لكن هنا شغال جلوبال. فلما احمد ويوسف اشتغلوا فين؟ لوكال.
ورفعه جلوبا. تمام، هل هنا اسلام هل في حاجه اتغيرت؟ لا، بس اللي اتغير برضو اتغير جلوبال. اذا اسلام شايف اللي حصل جلوبال. اذا عشان اجيب ده عندي قلنا نعمل ايه؟ قلنا نعمل جيت بول. والله يا جماعه كلام طبيعي خالص، يعني ده الكلام الايه طبيعي. لما انت حضرتك في بيتك وقاعد وغيرت هنا وبقى عندك برانش في بيتك، هل انا في بيتي البرانش تكون موجوده؟ لا، لان انا في بيتي وانت في بيتك. طب يوسف عنده برانش ديت، البرانش دي بتاعت يوسف ظهر عنده بس، البرانش دي ظهر عند احمد بس لانها احمد اللي عاملها، اسلام ما عملش حاجه فمفيش برانش عنده. لكن كل الشغل اللي اتعمل اتحط جلوبال، يعني معروض لكله، بمعنى هو معروض لكله على الجيت هاب. انت عاوزه؟ ايوه اعمل جيت بول. عاوز تقول لي ان انا لو عملت جيت بول كل حاجه تنزل لي؟ ايوه كل حاجه تنزل لي. بص لو جينا بص قال لك ايه، في نيو برانش اسمها كذا، وفي نيو برانش الثانيه اسمها كذا. شايف؟ لو عملنا بقى جيت تشيك اوت تمام، ورحنا جبنا البرانش بتاعت احمد، بص شايف عمل السويتش ازاي؟ في الاول ما كانش عاوز يعمل تمام، وفي الاول طبعا واحد يقول لي احنا كاتبين الاسم غلط قبل كده، هقول لك برضه ما كانتش هتعمل، لانك انت لما عملنا جيت برانش ايه مش موجوده اصلا، مش موجود غير المين، مش موجود غير ايه؟ مش موجود غير المين. وجربها، جربها تاني. لازم تعمل جيت بول، لازم تعمل جيت بول ليه؟ عشان انزل كل الشغل اللي كله اشتغله وطبقه على الجيت هاب وطبقه على اللوكال ينزل ايه؟ ينزل عندي. فما نزل عندي اتعرضه. لو رحت دلوقتي الاقي انا عملت سويتش على ايه؟ على احمد، فالمفروض اخش عند احمد الاقي تاسك 1 اهي، شايف تاسك 1 اهي موجوده ازاي. طب لو عملت على تاسك 1 يوسف هلاقي تاسك بتاعت احمد اختفت وتاسك يوسف اشتغلت، شايف؟ اه اروح عند احمد مفيش حاجه، يوسف الاقي كل حاجه تمام. طبعا الحاجات دي كلها خدناها قبل كده، لو انت مذاكر ورايا واحده واحده والله كل حاجه بقولها وقلتها قبل كده تمام. فانت لما عملت جيت تشيك اوت للبرانش بتاعي خلاص، ما انت ما عملت بول، انت ما عملت بول، التو برانشز دول جم عندك خلاص، جم عندك هنا لانك انت عملت بول من الايه؟ من الجيت هاب. فالماستر موجود اهو، الماستر ايه موجود اهو، والتو برانش دول هم اللي نزلوا جديد، فالتو برانش بقوا عندك على ايه؟ على اللوك اهم تمام، بقوا عندك على اللوكال خلاص، تقدر تعمل سويتش وتقدر تشتغل عليهم زي ما انت عاوز. حلو حلو تمام، ما فيش اي مشكله. دلوقتي لو رحت بقى على البول ريكوست تمام، دخلت على البول بتاعت احمد، بص بقى معايا، احنا دلوقتي خلاص التو برانش جاهزين على الجيت هاب ان تعمل لهم ميرج. عاوز اعمل ميرج، يعني اعمل ميرج اجمع الشغل اللي هنا هنا والشغل ده هنا. طب ازاي؟ اتكلمنا عليها قبل كده لما كنا شغالين جيت، قلنا دول اهم هيتحطوا هم هتلاقي دول مشتركين ما بين ده وده، صح؟ تمام. ايه اللي ناقص او ايه اللي مختلف ده؟ فيروح حاطط الجديد كده، وايه هنا اللي ناقص ده؟ يروح حاطط الجديد كده. نيجي ناخدها واحده واحده اهو، هعمل ايه؟ هعمل ميرج تمام. انا قلت دول موجودين هنا اللي هم كانوا في الماستر، ده الماستر بتاعي اهم، الماستر دخلت حطيته هنا تمام. يجي يضيف الجيت ودي اي سي والاحمد ويوسف، يلاقيهم ايه؟ يلاقيهم موجودين قبل كده، هم موجودين مش هيضيفهم. يلاقي ان تاسك 1 اللي جوه يوسف، التاسك 1 دي جوه يوسف، جوه الفولدر بتاع يوسف، يلاقي هي اللي جديده فيضيفها تمام. نروح كده اهو فتحنا، هيقول لك ايه؟ قول لي تشيك هاف باست كل التشيكس هاف باست والبرانش ما فيهاش كونفليكت. دول فيما بعد ان شاء الله هنشتغل تاني ونشوف دول هيبقوا غلط امتى تمام. هعمل ميرج، قال لك ايه؟ اعمل ميرج بول ريكويست. عملت ميرج، ركز معايا، عملت ميرج. هعمل ميرج، عملت ميرج. بيقول لك هنا الميرج فروم ايه؟ فروم احمد تاسك 1، مفيش مشكله ايا كان الاسم مفيش مشكله، عاوز تكتب اي كومنت مفيش مشكله، هعمل كونفيرم ميرج. قال لك ايه؟ بول ريكويست سكسسفولي ميرجد اند كلوزد، واتقفلت.
بيقول لك هنا عاوز تعمل ديليت للبرانش، لا مش عاوز اعملها، خلينا نروح على الكود ونعمل ريلود. واقفين فين؟ واقفين على المين. نروح على احمد نلاقي تاسك واحد انضافت اهي. اذا شايف احمد اللي هي تاسك 1 انضافت، انضافت جوه فين؟ قصدي جوه ايه؟ خلينا في تاسك احمد الاول، او تاسك احمد اللي تحت ديت. تمام؟ تاسك احمد عملنا ميرج، تاسك 1 ديت اللي هي جوه ايه؟ جوه احمد فولدر. فراح ايه؟ راح ضاف. طبعا اللي قبلهم دول، دول هم اصلا اوريدي موجودين، ما دول اصلا اللي كانوا موجودين في الماستر. فما تغيروش زي ما هم، فهم موجودين هنا اصلا. بس اللي اتغير ايه؟ اللي اتغير ايه؟ الفايل ده انضاف جديد. تمام؟ عشان كده ايه؟ هو موجود اهو. تمام؟ لو دخلنا عند يوسف، بص لو رحنا على الكود ورحنا عند يوسف مفيش حاجة. حلو. لو عملنا بول ريكويست ودخلنا عند يوسف ونعمل ميرج لسه بيشيك، قال لك ايه؟ ميرج بول ريكويست، هعمل لها ميرج. على فكرة الميرج ده انت ممكن تعمله على اللوكال عادي خالص. فاكرين الكوماند بتاع جيت ميرج؟ ان شاء الله في الراوند الثانيه، لان لسه حكى لي التاسكات الثانيه، هبقى ايه؟ اطبقها لكم بالكود. انا بس بطبقها لكم على جيت هاب، بتكون ايه؟ بتكون يعني اسهل. كونفيرم ميرج. عملت كونفيرم ميرج، اروح على الكود واعمل ريلود اهو، اخش على احمد الاقي التاسك موجوده، اخش على يوسف الاقي كل حاجه ايه؟ موجوده. اذا كده كل حاجه تمام. حلو. ركز بقى معايا، ركز معايا، التو بي ار هم موجودين عادي خالص. عملت لهم ميرج في المين، بقت المين فيها كل الشغل. اذا كده المين بتاعتي اللي هي الماستر فيها كل الفايلز القديمه اللي كانت موجوده في الماستر بتاعتي في الجيت هاب، تمام، بلس الفايل اللي انضاف هنا والفايل اللي انضاف هنا. اذا كده جمعت الشغل. حلو قوي. حلو تمام. ركز كده، الماستر الجديده اللي اتكريتد ده كل التعديلات اللي حصلت فين؟ حصلت على الجيت هاب، حصلت على جلوبال مش لوكال. تمام. لو رحت بقى انا دلوقتي، عندي على اللوكال عند سلام اهو، تمام، وعملت جيت تشيك اوت على المين كده، فين كده؟ في المين. اروح في المين ما الاقيش حاجه. ازاي يا عم؟ ده المين عندي، المين عندي تمام. ولو رحت على جيت هاب هتلاقي المين عندك تمام اهو. هقول لك تمام المين تمام، بس انا قلت لك ودايما بقول لك وبحذرك يا جماعه، خلي بالكم التعديلات بتكون فين؟ بتكون جلوبال. تمام. اللوكال لسه، اللوكال لسه ما ضفتش فيه حاجه، او اللوكال لسه زي ما هو ما اتغيرش. تمام. عشان اجيب اللي حصل هنا او التغييرات اللي حصلت هنا اجيبها لوكال، قلت لك اعمل جيت بول اهو، جيت بول. تمام. شوف عملت جيت بول، اروح بقى عند احمد الاقي اهو، عند يوسف الاقي اهو. اذا كده كل التاسكات تمام، كل الشغل اتجمع، كل حاجه اتجمعت. حلو قوي كده يا جماعه، اول راوند في شغل مع التيم انتهى. الفيديو الجاي فيديو مهم، هلخص لك كل الفيديوهات اللي فاتت في حاجه بسيطه جدا، ان شاء الله هتسهل عليك الدنيا وتفهم اكتر، وان شاء الله تكون فهمت الموضوع بسيط وسهل من غير اي مشاكل خالص. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.